مهم تكون مسيحي؟ بهالموسم الثاني رح نبلش بأول سؤال يلي هو من هو يسوع بحياتنا؟ هو الطريق اللي بتوصلني على إذا بدك خلاص من كتير من تحديات منعيشها بحياتنا. إذا بعرف مين يسوع بعرف أنا مين. فيسوع بشوفه بالدرجة الأولى هو الحب، ملء الحب حتى الصلب. صلب، دفن، وقام من الموت، إذن هو الله. مهم تكون مسيحي على سات 7 بالأوقات التالية.